عروض الصيف مع لينك اند كو. السلام عليكم، حياكم الله متابعين مربع نت من جديد. اليوم انا في فرع لينك اند كو الثالث عند الجبر، وكيل علامه لينك اند كو الصينيه الجميله. طبعا دشناها في الشرقيه في جده، والان في الرياض. هذا هو فرعهم، ما شاء الله تبارك الله، جدا ضخم، الاسطول كامل موجود داخل الفرع. اتمنى تزوروها، واليوم جاي نغطي عروض لينك اند كو. قبل ان نبدا كالعاده، تسلم اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل كل جديد مع مربع نت. ويلا نبدا لينك اند كو. بدايه خلونا نبدا مع عروض الكاش، ونبدا مع السيارات بالترتيب. طبعا ميزه سيارات لينك اند كو ان اسمها ارقام، فعندنا 01 05 09 و03. خلونا نبدا مع 01 اللي قدامكم، هذه السياره الجميله. طبعا من اسمها نصيب لينك اند كو، سياراتهم دائما تكون سيارات لايف ستايل، خلينا نقول، فدائما تلقى فيها تداخلات واشياء والوان جدا جميله. قدامكم هذه الزيرو 1 كروس اوفر، صغير او متوسط الحجم. الزيرو 1 سعرها الكاش يبدا من 85,858 ريال سعودي غير شامل الضريبه. خلينا ناخذ لفه سريعه على السياره. الزيرو 1 تتميز مع قصه الاس يو في او قصه الشنطه هذه المقصوصه هنا. طبعا في زيرو 5 راح نشوفها بعد شوي تجي بقصه خلينا نقول الكوب. عموما الزيرو 1 زي ما شايفين باللون الازرق الجميل على الجنط مقاس 19، فيعطيك اللمسه هذه خاصه، واللون هذا ايضا ممتد الى الداخل. خلينا ناخذ نظره. طبعا زي ما قلت لكم اللون الازرق ممتد الى الداخل، فتلقاه على المقاعد باللون الازرق، تطريز حق السياره باللون الازرق، حتى الستيرنج باللون الازرق الغامق، والفاتحه ايضا. ايضا عندنا 12.8 انش شاشه ترفيه جدا ضخمه، وفيها ابل كار بلاي، وهذا الشيء جدا ممتاز. محرك سياره جي 2.0 تيربو تشارج، يولد 218 حصان، ارقام جدا جميله. طب دفع امامي في الزيرو 1، ويلا نروح السيارة اللي بعدها. والحين ننتقل الى زيرو 3، وهي السيدان الوحيدة في عائلة لينك اند كو. طبعا زيرو 3 تجي منها فئتين، فيها العديدة تشوفوها، طبعا فل كامل فيها كل شيء، وفي منها فئة رياضية يسموها زيرو 3 بلس، ولكن خلونا نتكلم شوي عن زيرو 3 العادية. سعرها يبدأ من 87,125 ريال سعودي غير شامل الضريبة. خلينا نشوف السيدان الجميلة هذه وش فيها. المميز السيارة هذه انها فيها روح السباقات الموجود مع فريق لينك اند كو للسباقات بالسيارة هذه نفسها، اتكلم او خلينا نقول نفس الشاص هذا عموما. فتلقى عندك الجناح الموجود هنا، ديفيوزر في الاسفل، فتحتين شكمان، وهذه هي ما هي البلس اللي هو الرياضيه اللي تقدر تشتريها. فنتكلم عن سياره سيدان تقدر تستخدمها كل يوم، وفيها روح رياضيه 2.0 218 حصان، ومن الداخل فخامه لينك اند كو. انا جدا تعجبني، تعلق النظره. ما عندك فلت الباب، كيف الكرسي يتقدم يرجع للوضعيه اللي كنت حاطها. طبعا الفخامه جدا جميله، الكنسول جاي كذا مرتفع بحيث انك تحس ان معك سياره رياضيه، بادل شفت خلف المقعد، والجير 7 سرعات دبل كلتش. وهنا نتكلم عن دبل كلتش جدا جميل، راح يساعدك خلينا نقول اذا حاب ترد دمرات، لفات، مطلعات، نزلات، او تبي تدخلها اوت كروس او حلبه. يعني مع انها ما هي رياضيه، ولكن انا اقول لك انها جدا 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 ممتعه في القياده، مع انها دفع عامي ايضا، لان الزيرو بلس او زيرو 3 بلس اللي راح نتكلم عنها بعد شوي تجي دفع رباعي مستمر. خلينا نشوف. هذه قدامكم هي الزيرو 3 بلس، هي الفئه الرياضيه. متعمد انا اجي هنا في خلف السياره عشان تحس بالفرق بينها وبين الزيرو 3. نتكلم عن جناح كاربون فايبر صدقي موجود هنا، يعطيك شوي دون فورس، 4 فتحات كمان بدل فتحتين، ايضا عندك مشتت الهواء الديفيوزر الخلفي موجود. نتكلم عن السياره هذه، سعرها 117,215 ريال غير شامل الضريبه. تعال شوفوا من الداخل كيف لمسات الكنتاره الموجوده في السياره. من الداخل مباشره بتحس بالفرق الموجود في زيرو 3 بلس، البادل شيفت هنا اكبر، الكنتاره موجود في كل مكان، حتى المقعد تحس فيه بكت اقوى، يعني خليني نمسك اكثر. نتكلم عن 265 حصان، 380 نيوتن متر من عزم دوران، والجير هنا ما هو دبل كلتش، 8 سرعات تور كونفرتر، بحيث انه بيعطيك اداء خلينا نقول ثابت في اغلب الوقت. عموما السياره هذه دفع رباعي مستمر، وفيها تورك فيكتورنج اللي هو يوزع الطاقه للكفر اللي يحتاجه، وفيها ثبات مو طبيعي، تجربت لها بحلبه البحرين، حلبه ديراب ايضا. الحين ننتقل الى الزيرو 5 والكروس اوفر الجميل هذا الصغير. طبعا في فروقات بينه وبين زيرو 1 نتكلم عنها بعد شوي، لكن عموما الزيرو 5 يبدا سعره من 94,523 ريال سعودي غير شامل الضريبه. تعالوا اوريكم الفروقات، نبداها من الخلف. زي ما قلت لكم زيرو 1 تجي بقصه الاس يو في او الشنطه خلينا نقول العاديه، لكن هنا في زيرو 5 نتكلم عن قصه الكوب هذه. بما ان في الخلف ايضا سياره تجي دفع رباعي مستمر، وهذا السبب وجيه، لان السياره هذه اقوى. نتكلم عن 254 حصان، طبعا 2.0 نفس المحرك الموجود في زيرو 1، ولكن عندكم الهيدرز والتيربو اكبر هنا في السياره هذه، فتولد احصنه اكثر. نتكلم عن 8 سرعات الجير اوتوماتيكي. خلينا نشوفه من الداخل. من الداخل راح تشوف الفخامه، وايضا حس رياضي، مقاعد رياضيه، الكنتاره موجود هنا مع التطريز الاحمر،
شوف معي اللي هنا كنا خلينا نقول الومنيوم باللون الاسود هذا معطي منظر جدا جميل موجود هنا على مسكات المكيف ايضا الجير 8 سرعات زي ما قلنا وفي بادل شيفت خلف المقود وشاشه عملاقه مع زر هوم كانها ايباد. والحين ننتقل الى اكبر سياره في عائله لينك اند كو الزيرو 9 السياره العاليه بثلاث صفوف من المقاعد سعرها يبدا 144925 ريال سعودي. طبعا السياره هذه ايضا واحده من افخم السيارات الموجوده في الصاله اليوم. خلينا نشوف الداخليه حقتها. قدامكم الصف الثالث مقعدين موجود هنا في الصف الثاني ثلاث مقاعد. نتكلم عن اعلى فئه منها تجيب جلد طبيعي اللي هو نابل ليذر وقدامكم هنا باللون هذا التوفي الجميل او الجملي معطي منظر جدا جميل تدخلات اللون الاسود جدا رائعه. شوفوا ظهر الكرسي كيف لينك اند كو عشان تتذكر معك لينك اند كو ايضا فتحات اللي هنا موجوده. تعال نشوف الصف الاول كان 254 حصان و380 نيوتن متر معزز نيران محرك 2.0 دفع رباعي مستمر. هنا طبعا الداخليه زي ما شايفين كيف ضخمه روح لينك اند كو او خلينا نقول الهويه حق التصميم كلها موجوده في كل السيارات ولكن كل سياره تتميز باشياء معينه زي هنا المقعد حق السائق شكله جدا فخم يعطيك حس بالراحه وفعلا واحده من السيارات الصينيه الوحيده اللي كراسيها تعتبر جدا جدا مريحه. عندكم شاشه هنا موجوده في شاشه خاصه بتحكم بالتكييف او الكلايمت كنترول بشكل عام. هنا مسوين لك كذا اشكال هندسيه عماير لمسات كل شيء حاطينه خلينا نقول موجود في الكتيب حطوه في السياره هذه. سماعات بوز موجوده شاشه رقميه لوحه العدادات سقف بانورامي كل شيء ودك فيه موجود في السياره هذه. كل الاسعار ذكرناها في خصومات الكاش غير شامل ضريبه قيمه مضافه. طبعا العرض يشمل كل السيارات الموجوده في لينك اند كو. والحين خلينا ننتقل الى عروض التمويل. قصتها بسعر الكاش مع وكيلها الجبر التجاريه وكيل علامه لينك اند كو بالتعاون مع مصرف الانماء. ميزات عروض التمويل دفع تملك 35% وتطبق اللائحه الداخليه لكل جهه تمويل ورخص. ايضا عندهم نظام 50-50 تدفع 50% من قيمه السياره الان وال 50% الثانيه تدفعها لاحقا. ايضا عندهم عرض قصتها بسعر الكاش من عده جهات تمويليه بكل بساطه تقسطها بصفر عموله التمويل. عندكم شركه جبر للتمويل مصرف راجحي وايضا بنك الرياض وايضا تقدر تفصل برنامج التمويل حسب اختيارك. وبكذا نكون خلصنا عروضنا مع الجبر وكيل سيارات لينك اند كو الصينيه العريقه. اتمنى تكون عجبتكم. لا تنسوا تزور فرعهم الجديد في القادسيه هنا في الرياض فرع جدا جميل وكبير وصراحه ممتع انك تشاهد السيارات. لا ننسى ان كل السيارات عليها صيانات مجانيه مده 3 سنوات او 60,000 كيلومتر ايهما اسبق. واذا حاب تستفيد من العروض اللي ذكرناها او عندك اي استفسار يخص هذا العرض في رابط اسفل الشاشه ادخل وعب بياناتك والشباب يتواصلوا معك باذن الله. نشوفكم على خير مع السلامه.